فإذا بنكفي معكم مثل ما قلنا قبل الفاصل مع كارمن وزودياك. منتابع مع الجزء الثاني من زودياك لليوم، إذا في اتصال منبلش باتصال. ألو، معك نادين من نادين؟ علي. ألو ألو، معك نادين من علي. يا أهلا نادين، تفضلي. خلقاني ب 21/8/1994، 4 بعد الظهر. وأربعة بعد الظهر، لبنان. سؤال، بدي أعرف عن كل شيء وخاصة عن الوظيفة والشغل. أنا هلأ عم بعمل تريننج وبخلص تريننج ب 31 اب. شو درستي انت؟ اي مجال؟ انا هندسه اتصالات اي تي وبروجرامينج ونتورك. اوكي، وناطره شغل؟ اي نعم، ناطره شغل منه. اوكي، شكرا نادين لاتصالك. خلينا نشوف نادين تاريخها، وخلينا نشوف الخارطه وساعه الولاده اللي عطيتني اياها. نادين، مثل ما شايفين في عندي مجموعه كواكب بالنص الفوقاني، وفي عندي مجموعه كواكب بالنص التحتاني. نادين، بالنسبه لألأ اهم شيء تعرف انه طالعك الجدي، طالع الجدي بخليك تكوني انسانه اداريه مهمه جدا، هذا معناتها انت باي مجال بتشتغلي فيه وين ما كنتي انت انسانه قادره انك تمشي الامور، تكوني عم تديريها بشكل كثير جيد وكثير مهم. بالنسبه لألك يا نادين، انا اللي كمان حابه اقول لك انه انت من الاشخاص يلي رح بتكوني بحياتك رح تلمعي، رح بيكون في نوع من تقدم، رح اقول لك انه نجمك رح بيكون كثير حلو، اصلا انت من الاشخاص اللي نجمهم كثير عالي، وبالتالي يلي بدي اطلب منك انه اذا في مجال انك تتابعي دراسات عليا او تاخذي وركشوب زياده او تتاهلي زياده، زيد انت بعدك صغيره، بعد عندك وقت لحتى تاخذي كورسات، لحتى ترجعي تاخذي شهادات اعلى، ان كانت ماسترز، ان كنت تاخذي حتى بزنس ادمنستريشن، كل هالامور رح تخليك تصيري انسانه كتير متقدمة بشغلك وتوصلي إلى مراحل كتير عالية. عم تسأليني عن موضوع إذا في مجال أنه يكون في عندك وظيفة مهمة. هلأ أنت من الأشخاص اللي عمرهم بعده صغير، يعني أنت رح بتكوني أول مرة بحياتك عم تستلمي وظيفة، عم بتبلشي بهالمستقبل. رح قلك أنه 2017 سنة ما رح تخيب لك أملك، 2017 هي السنة يلي رح بتحطي فيها أول حجر أساس، الصفحة المهمة جدا بحياتك هي بال 2017. من هلأ لوقتها في أشياء جيدة، في أشياء عم تتقدم بحياتك، لكن أنت من الأشخاص اللي نجمه رح بيكون عالي ورح تتذكري دائما سنة 2017 على طول. بتزيدي لل 2017 ثلاث سنين، 2020 عندك برمة تانية، عندي 2017، عندي 2020، وهلما جرى بيبرم عندك دولاب الحظ. أنت من الأشخاص إذا 2017 نجمك بيقوى، الكونترا اللي بتريديه بتحصل عليه، من هلا لوقتها من دولبة ليمشي الحال، لأنه تقريبا في سنة، بهذه السنة في أشياء لازم تدرسيها، أنا برأيي، أشياء لازم تحضريها، إن كان ورك شوبس، إن كان كونفرنسز، كل هالأمور، ويبدو إت سيمز إنه أنت من الأشخاص اللي معقول يكون في عندهم زواج من الخارج، هيدي احتمال، هيدي بدها دراسه اكثر. هذا كان بالنسبه لنادين. منتابع مع الاتصالات. رابعه، رانيا، سوري. الو الو، بونجور. يا اهلا كارمن، انا معك رانيا، مواليد 17/5/76. 17/5/76. اي ساعه رانيا؟ بعد نص ليل. نعم، وحده ونص بعد نص ليل. وحدة ونص، اوكي. دكتور، بدي اعرف بليز عن الشغل وعن الحياة الزوجية. متزوجة؟ نعم. اوكي، 17/5 متزوجة، والشغل عم تشتغلي حاليا؟ نو، هلا ما عم بشتغل. بأي مجال عم تشتغلي؟ أنا بحضانة أطفال بشتغل. اوكي. دكتور؟ اوكي. اوكي، شكرا لك. خلينا نشوف رانيا شو اوضاعها. خارطتها بتعطيني طالع البواسون، هيدا البايسيس، هيدا الشيء الحلو بالنسبه للتعاطي مع الاولاد، مشان هيك عم بسال شو بتشتغل، لانه هيدا مبين عندي في شيء كثير حلو وناعم وارتستيك بالنسبه لك. كمان حتى انت من الاشخاص اللي فيك تكوني اداريه، فيك تتعاطي مع الناس بطريقه كثير لبقه، ولكن انت احيانا انسانه شوي تريكس بعملك او بتصرفاتك او حتى بحياتك. هلا بالنسبه للشغل عم تساليني اياه، انا بقول لك موضوع الشغل هو النقطه الصعبه حاليا، مش بس الشغل، انت مارقه هلا تنقول الحياه هي مثل تنال مراحل مراحل، او هو قطار مارق بهيدي القصه، المحطه اللي واقف فيها
قطارك انت هي محطة ما رح اقول تحديات، لكن محطة امتحانات، محطة دروس بتعيشيها بحياتك، هي بتخليك شوي تتعذبي وتتحرقصي وتشوفي انه ما عم تمشي الامور مثل ما لازم. لكن انا بقول لك انه حذري حالك، في عندك مفاجأة بالنسبة لك، في مفاجأة بتمنى تاخديها بشهر اكتوبر. بشهر اكتوبر بتمنى انك فعلا تكوني عم تشتغلي على هدف معين، يعني عم بتقدمي طلبات، عم بتجربي توصلي لشيء انت بتريديه، بمعنى انه اذا بدك مؤسسه كبيره، كانت مدرسه، كانت حضانه، شو ما كان، بديك تكوني كثير طموحه، بديك تكوني كثير قويه، بديك تكوني شوي متفائله زياده عن اللزوم، لانه ات سيمز انه بشهر اكتوبر بتاخذي اللي بدك اياه. داخلي بمرحله انا بعتبرها إيجابية، بعتبر أنه هيدي المرحلة النص الثاني من السنة هو يلي رح يعطيكي الحظوظ الكبيرة، وبالتالي قوي قلبك ورجعي اتصلي فيني بأواخر أكتوبر وطمنيني وخبريني الأخبار الحلوة. ناخد اتصال من رولا. ألو، صباح الخير. يا أهلا وسهلا. 14/4/87 87 الساعة 11 الصبح تقريبا. 11؟ ايه الصبح؟ ايه، وبدي اعرف عن الحياه الخاصه العاطفيه العمليه وكل شيء. تشتغلي؟ لا، النوم بعد ما اشتغلت، بس معي اجازه. معك اجازه ومتزوجه؟ لا. اوكي، شكرا لاتصالك. شكرا لاتصالك. انا اللي اكثر شيء ودائما انا عم بذكر مواليد شهر نيسان، مواليد شهر نيسان عندهم كوكب شوي صعب عم بيأثر عليهم حاليا، هو كوكب يورانيوس، وهذا الكوكب بكون تابعوه سنة الجاي. هذا حكيت عنه كتير بكتابي، حكيت عنه بالسنة الماضية بسنة 2016، وراح أحكي عنه كمان بكتاب 2017 لمواليد شهر نيسان أبريل، خاصة من الأشخاص الخلقانين بين 14 و18 نيسان. بالنسبة لك أنت من الأشخاص اللي صار فيه كتير نوع من تقلبات كتير كبيرة بحياتك في الأونة الأخيرة، عم بحكي عن 2015، عم بحكي عن 2016، تغييرات كتير جذرية. اللي مبين عندي أنه بعده هالكوكب بعده ماشي مثل الموجة الكبيرة الثقيلة اللي ماشي وعم بتغير عندك الأمور. كل شيء ثابت بحياتك بيبقى، الأمور اللي منا ثابتة اللي منك كتير أنت متكمشة فيها أو يلي منا مهمة جدا رح بتروح. في دروس بحياتك رح تمرقيها رح تعيشيها، لكن أنا بقول لك إنه بس لما توصلي على سنة 2017 أنا حسب ما بين عندي رح بتصيري أكثر على شط الأمان. الأمور الكبيرة يلي رح تبلشي تشعري فيها، رح تبلشي تحسي إنه في مجال إنها تتحسن، هي هالقدرة على التفاعل مع الآخرين، هي الحب للحياة الاجتماعية، هي التعاطي مع الناس من ناحية التيم وورك. كل ما كترتي التيم وورك، كل ما صار في ناس بحياتك أكثر، كل ما اشتغلتي مع ناس، كل ما اجتمعتي مع ناس، كل ما فتي بسوشيال سيركلز، هن رح بيساعدوكي تتخطي أي أزمة. أخبارك رح بتكون جيدة، ما تعتلي. ناخذ اتصال من حنان. الو. الو حبيبتي، يعطيكي العافيه. الله يعافيكي حبيبه قلبي. بدي اسال عن بنتي دراستها ومستقبلها. نعم. 22/10/97 22/10/97 اوكي. تعطيني أي ساعة الآن؟ الأربعة ونص بعد الظهر. أربعة ونص بعد الظهر. بعد الظهر؟ إيه. أوكي. حبيبة قلبي، مستقبلها ودراستها. إيه، شو عم تدرسي؟ ترمينال، عندها تقديم هالسنة، هلا دورة تانية. أوكي، شكرا لإلك. حبيبة قلبي، يعطيك العافية. الله يعافيك. أسمعك على التلفزيون. أوكي، شكرا لإلك. حبيبي. بالنسبة لبنتك، حسب ما بين عندي، أول شيء بنتك إنسانة كتير كتير إنسانة كتير حنونة. كتير حنونة، بتتفاعل مع الناس بطريقة كتير إيجابية. بالنسبة لبنتك من الأشخاص اللي يبدو في عندها حب للغربة، في عندها حب للحياة المختلفة. وجود فينوس ببرج القوس رح يعطيها هالتفاعل مع أشخاص غرب، حتى مع رجال، يعني زوجها معقول يكون في مختلف عنها. هلأ أجنبي ما معناتها أنه من السويد، عيونه زرق، أشقر، شعره أبيض، لا،
لكن في احتمال انه يكون شخص مختلف عنا. هي بالنسبه لها ما في اي مشكل، شخص من غير بيئتها، من غير وطنها، من غير بلدها، من غير مجتمعها، انسانه هي بتحب الناس كثير. بالنسبه لها انا اللي بشوفه، طبعا هي بنتك بعدها كثير صغيره، لكن بنتك من الاشخاص يلي حياتها الاجتماعيه مفروض تكون منوعه، مفروض تكون، لانه طبعا هي مواليد برج الميزان، هي من الاشخاص اللي بتتفوق بهالمجال على غيرها. عندها حب ايضا لحتى تتعاطف مع الناس. انا بلاقي، ما بعرف هي شو مقرره تدرس، لكن بالنسبه لها السوشيال ستاديز كثير مهمين، ان كان سوشيولوجي، ان كان سايكولوجي، ان كان انترناشونال ريليشن شيبس، ان كان حتى بوليتيكال ساينسز، هالامور بتساعدها كثير. كمان في عندها حب للارت، مزوقة كتير وكمان فيها تنجح بهيدي الأمور. نجمة قوي، نجمة جيد، ما بو شي أبدا، من الأشخاص اللي بتقدر توصل. ناخد آخر اتصال اليوم من إيمان. ألو ألو ألو، ناخد غير إيمان. ألو تفضلي. ألو إيمان، إذا إيمان مش معنا بلكي ناخذ غير ايمان. ما في ايمان، اوكي خلينا ناخذ لكم بدل ايمان، خلينا ناخذ بعد ايميل، بنكون خلصنا نحن البروجرام. خلينا نحط راشيل، مواليد 5/7/1988 و5 ونص بعد الظهر. راشيل عم تسأل عن موضوع الشغل، اليوم كل الناس بهمهم موضوع الشغل، هلا نشوف راشيل شو أوضاعها. بالنسبة لراشيل خلينا نشوف، عطتيني ساعة ولادة راشيل، بسبب وجود القوس على الطالع، مجموعة كواكب، ثلاث كواكب ببرج القوس، هيدا الأمر يلي بخليني نوعا ما أقول إنه سنة 2017 رح بتكون سنة شوي مكركبة. الحلو عندك هو برجك، برجك يلي هو السرطان، هو يلي رح يساعدك، هو رح يدعمك، هو رح يخليك تكوني إنسانة قبضاي، تدافعي عن حالك وتوصلي. طبعا بالنسبة لإلك لأنه شمسك موجودة بالبيت السابع، أنت شخص ما رح يقعد ببيته عاطل عن العمل، حضري حالك، في تطورات جيدة وحلوة لا بأس بها رح بتوصلك، لكن أنا برأيي مطرح ما أنت هلأ بقي مطرح ما أنت وطولي بالك، عندك بسنة 2017 من أولها أنا مطرحك بلش أقدم أبليكيشنز على انستيتيوتس، على مراكز كتير مهمة، على يعني مؤسسات كتير كبيرة، لأنه نجمك رح بيكون كتير قوي بنهاية 2017 وبال 2018. هذا كان اليوم برنامج زودياك المقسوم إلى قسمين، أنا أتمنى يكون نهار كتير حلو، إلى اللقاء وعودة لك رولا. يعطيك العافية كارمن، أكيد انبسطنا فيك اليوم ورح نشوفك نرجع الأسبوع المقبل، بس أكيد مثل كل يوم الصبح رح نصبح معك ونشوف أبراج كل يوم. هلأ بنتوقف مع بريك وآخر فقرة بعالم الصباح قبل كمان ما نختم مع نقل وقائع المحكمة الدولية، بتكون مع بلقيس ورشة ملاح.